حوالي أكثر من 30 شخصا في كونتينر واحد، وجبة واحدة في اليوم، قلة شديدة في الماء، قلة في الرعاية الصحية. تحركنا من هنالك بعد 5 أيام إلى مدينة جوبا عن طريق الطيران. تم ربطنا وتوثيقنا جيدا في الطائرة، وحينما نزلنا من الطائرة صعد عسكري إلى الطائرة ليحل ذلك الوثائق، ليصهروا أمام أجهزة الإعلام بأنهم يعني يراعون الحقوق الدولية بالنسبة لمعاملة الأسير. مجرد تلفيق ومجرد كذب ومجرد افتراء لا تخطئه العين بالنسبة للرجل العاقل. مكثنا في جوبا حوالي 6 أو 7 أيام، اللي هي من يوم 15 تقريبا 10 أيام، من يوم 15 إلى يومنا هذا، بمبادرة كريمة من أخوتنا في الحكومة المصرية وبعمل دؤوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تم التنسيق لنقلنا إلى القاهرة وذلك ما حدث، ومن القاهرة تم نقل اليوم نعود إلى الأرض الوطن الحمد لله رب العالمين سالمين غانمين. نهبوا كل شيء منا إلا إرادتنا وإلا إيماننا بقضيتنا. هذا وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية.